مرحبا أيها اللطفاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. جئت اليوم أشارك معكم سرا من أسراري، وهو مشروبي المفضل في فصل الخريف والشتاء. مشروب اليوم مشروب مهم جدا، يقوي المناعة، يحمي من نزلات البرد والزكام، يهدئ الأعصاب ويساعد على النوم، يخفف من ألم العادة الشهرية بشكل ملحوظ، وهذا جربته بنفسي. يساعد على توحيد لون البشرة ويخفف التصبغات، يخفف ألم المفاصل، وهو مشروب رائع في هذا الفصل، وطعمه لذيذ للغاية. لتحضير هذا المشروب والذي يسمى حليب الذهب، أو تجدونه كذلك تحت مسمى حليب الكركم، سوف نحتاج إلى 10 ملل من الماء، ملعقتين كبيرتين من الكركم، ملعقة صغيرة من الإبزار أو ما نسميه بالفلفل، وملعقة صغيرة من القرفة. إضافة إلى ذلك ملعقة من زيت جوز الهند. سنخلط كل المكونات ونضعها على نار هادئة ونستمر في التحريك. الفوائد السحرية لهذا المشروب راجعة إلى كون المكون الأساسي فيه هو الكركم. سوف نستمر في التحريك إلى الحصول على عجينة. سوف يتطلب الأمر 6 إلى 10 دقائق تقريبا على نار هادئة جدا. إن كنتم تشاهدونني لأول مرة، أنا زهرة وهذه قناتي زهرة الشمس. مرحبا بكم في عائلة اللطفاء. سنواصل التحريك حتى الحصول على عجينة بهذا الشكل. نقوم بحفظ العجين في قنينة صغيرة محكمة الإغلاق، من الأفضل أن تكون زجاجية. معجون الكركم هذا هو العنصر الأساسي في تحضير وصفتنا. هل سمعتم عن هذا المشروب من قبل؟ أخبروني في التعليقات. نحتفظ بالعجين في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 أسابيع. لتحضير مشروب حليب الذهب، نأخذ ملعقة صغيرة من عجين الكركم ونضيف عليها القليل من الحليب الدافئ. نخلط المكونين مع بعض جيدا حتى يصبح المشروب متجانسا، ونضيف بقية الحليب. من الأفضل استهلاك هذا المشروب مساء، لأنه يهدئ الأعصاب ويرخي الجسم، فلا أنصح باستعماله قبل الذهاب إلى العمل. نضيف بقية الحليب يمكن تحلية المشروب بالعسل أو السكر، لكن أنصحكم بالعسل لكي يكون مغذيا أكثر وصحيا أكثر. إن كنتم لا تحبون أو لا تستهلكون الحليب، أنصحكم باستعمال حليب اللوز أو السوجة أو أي حليب نباتي آخر، أو يمكنكم استعماله مع الماء.
سوف تنبهرون من طعمه. صراحة لم أنتظر أن يكون طعمه بهذا الشكل، يعني أتكلم عن أول مرة حضرت فيه هذا المشروب. المشروب معروف جدا في الدول الأوروبية وكذلك في أمريكا، وتسميته راجعة إلى لونه الذهبي. أنصحكم فعلا بتجربته، هو ليس مشروب فقط، هو دواء في نفس الوقت. استمتعوا به. أحبكم، وداعا.